وسهلا مشاهدينا الكرام في برنامج ضيف أنفاس. ضيفنا اليوم دكتور عز الدين خمريش، أستاذ جامعي بجامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، وذلك لتسليط الضوء حول افتتاح أول ماستر في القانون الدولي والترافع الدبلوماسي عن القضية الوطنية، وذلك بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين الشوق. أهلا وسهلا أستاذ خمريش. أهلا وسهلا ومرحبا وشكرا على الاستضافة. مرحبا أستاذ خمريش. كنذكروا المشاهدين بأنك أستاذ خمريش المنسق ديال هذا الماستر. أولا أستاذ خمريش، ما هي أهمية هذا الماستر في هذه الظرفية؟ أولا لابد من الإشارة إلى أن هذا الماستر، ماستر القانون الدولي والترافع الدبلوماسي، يعتبر أول ماستر على مستوى الوطني وعلى مستوى البحث العلمي الوطني الذي يعنى بالقضية الوطنية، أي بتكوين أطر وطلبة في متخصصين في الترافع الدبلوماسي عن قضية الوحدة الترابية داخل الوحدات السياسية الفاعلة في مراكز القرار الدولي وعلى المستوى الدولي، بمعنى بأنه تكوين متكامل يجمع ما بين العلاقات الدولية والقانون الدولي وآليات الترافع وآليات الإقناع وفن الخطابة بأساليب وآليات وميكانيزمات تجمع بين ما هو قانوني وما بين ما هو تاريخي وسياسي. وبالتالي فهذا الماستر هو من أول التكوينات على المستوى الوطني وبالنسبة للمغرب وعلى مستوى البحث العلمي الوطني الذي يعنى بتكوين مجموعة من الطلبة المؤهلين والمتمارسين في القانون الدولي وفي الترافع عن قضية الوحدة الترابية للمملكة. نعم أستاذ خمريش، واش كاين لاحظتوا أنه من قبل كان واحد الخصاص في هذا النوع من هاد التكوينات؟ طبعا ما يجب الإشارة إليه أنه كان شبه انعدام في هذا التكوين أو في هذا التخصص بالذات، لأن مثل هذه التكوينات على مستوى البحث العلمي الوطني كانت جد محتشمة، بحيث لا يمكن أن نجد مثلا على مستوى مختلف الجامعات المغربية أي تكوين مختص في الترافع الدبلوماسي عن القضية الوطنية، ونحن اليوم في أمس حاجة إلى تكوين أطر وطلبة مؤهلين ومتمارسين ومكتسبين لآليات الترافع الدولي والإقناع الدولي حول عدالة وشرعية القضية الوطنية بأساليب قانونية وبوسائل دبلوماسية. وبالتالي فهذا الماستر أو هذا التكوين سوف يمنح فرصة لمجموعة من الطلبة للتكوين في هذا المجال، أي في مجال القانون الدولي والترافع الدبلوماسي. نعم، والوحدات التي ستدرس بهذا الماستر والفريق يعني اللي غادي يشرف تعطير هذا الماستر أستاذ؟ طبعا هناك ثلة من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين والأساتذة الجامعيين الذين يشكلون الفريق البيداغوجي لهذا التكوين العلمي والأكاديمي حول الترافع الدبلوماسي وحول القانون الدولي. بطبيعة الحال هناك مجموعة من الفقهاء في القانون الدولي والخبراء في الدبلوماسية، وأيضا هناك مجموعة من السفراء الذين سوف يشكلون أحد أعضاء الفريق البيداغوجي داخل هذا التكوين. من أهم الوحدات التي سوف تدرس في هذا الماستر، هناك بطبيعة الحال مجموعة من الوحدات الدراسية ومجموعة من المواد الدراسية، نذكر مثلا على سبيل المثال الحصر، فلسفة القانون الدولي، العلاقات الدولية، آليات الترافع الدبلوماسي، فن الخطاب، فن الإقناع، القانون الدبلوماسي، القانون القنصلي، أيضا هناك النزاعات الدولية، هناك وحدة متخصصة في قضية الصحراء المغربية، هناك أيضا وحدة حول أنظمة الحكم الذاتي، لأننا نحن نعرف أن المبادرة التي تقدم بها المغرب سنة 2007 كحل نهائي للنزاع المفتعل حول قضية الوحدة الترابية، فهناك قمنا بتخصيص وحدة دراسية متخصصة في أنظمة الحكم الذاتي. وبالتالي فالوحدات الدراسية هي وحدات متكاملة ومتشابكة يكمل بعضها البعض، وسوف يتم تدريسها باللغات، بثلاث لغات، باللغة العربية والإنجليزية وأيضا الإسبانية، لأنها هي اللغات الحية التي الآن تسيطر على مستوى البحث العلمي وهي اللغات التي يتحدث بها والمعترف بها عالميا. نعم،
وعلى مستوى عمادة الكلية ورئاسة الجامعة والوزارة المعنية، كيف تفاعلوا مع مقترحكم؟ طبعا الحمد لله. اولا لابد من الاشاره هو ان التهيئ والاعداد لهذا الماستر استغرق مني مده 5 سنوات رفقه مجموعه من الزملاء الاساتذه الذين كانوا يشكلون هيئه الاعداد والتكوين لهذا المشروع العلمي الاكاديمي الوطني المتميز حول الترافع عن القضيه الوطنيه. وبالتالي فالاعداد كان اعدادا جيدا، كان اعداد متميز من خلال انتقاء وحدات التدريس، من خلال كيفية بسط الوحدات التي سوف يتم تدريسها، معايير وأساليب ومقاييس اختيار الفريق البيداغوجي، لأن يجب أن يكون فريق متخصص، فريق بيداغوجي مؤهل، فريق بيداغوجي ذو مستوى عالي حتى يكون هذا التكوين في المستوى الذي نطمح إليه. وبالتالي فبمجرد ما تقدمنا بهذا المولود الجديد على مستوى البحث العلمي الوطني حول القضية الوطنية، تفاعلت معه كل الأجهزة الجامعية انطلاقا من اللجنة العلمية على مستوى الكلية، على مستوى كلية الحقوق بعين الشق، وأيضا السيد العميد تفاعل مع هذا المشروع بشكل جدي وقدم لنا كل الدعم والمساعدة، ثم أيضا تلقى ردا إيجابيا من طرف اللجنة العلمية على مستوى رئاسة الجامعة التي قامت بدراسته بطبيعة الحال والموافقة عليه، ثم أيضا بمجرد أن وصل إلى مستوى الوزارة بطبيعة الحال كان هناك نوع من الدعم ومن التشجيع شخصيا من طرف السيد وزير التعليم العالي السابق السيد أمزازي وأيضا الوزير الحالي بطبيعة الحال. فالحمد لله كل المسؤولين على المؤسسات العمومية وعلى وزارة التربية الوطنية أو التعليم العالي تفاعلوا مع هذا المشروع ومع هذا المولود الجديد، لأنه بطبيعة الحال يخدم الوحدة الوطنية، ولم يترددوا في تقديم يد المساعدة والعون في إخراج هذا المولود الجديد إلى حيز الوجود الذي تم الإعلان عنه خلال الأسبوع الفائت. نعم أستاذ خمريش، والآفاق المهنية لهذا الماستر أستاذ خمريش؟ أولا هذا الماستر هو ماستر مجاني، ماستر نظامي، يعني من حق جميع الطلبة الحاصلين على شهادة الإجازة سواء في القانون الخاص أو في القانون العام أن يتقدموا بترشيحاتهم بطبيعة الحال لولوج هذا الماستر. آفاق هذا التكوين، هناك آفاق واعدة مادام بطبيعة الحال أنه سيفتح للطلبة الذين سوف يحصلون على الدبلوم وعلى التكوين في هذا الماستر، سوف يكون بإمكانهم الولوج إلى جميع الوظائف العمومية في الإدارات العمومية، المؤسسات العمومية، المرافق العامة، أيضا المؤسسات العمومية والشبه العمومية، الولوج أولا لأن طبيعة هذا التكوين متخصصة في القانون الدولي والعلاقات الدولية والترافع الدبلوماسي، فأول ولوج سوف يكون في على مستوى وزارة الخارجية أو وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمغاربة المقيمين بالخارج، ثم أيضا على مستوى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، على مستوى السفارات والقنصليات، على مستوى البعثات الدبلوماسية، على مستوى المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، على مستوى التحكيم الدولي، أيضا هناك منافذ على مستوى الشرطة الدولية، إلى غير ذلك من المنافذ والآفاق التي سوف يفتحها هذا التكوين لمجموع الطلبة الذين سيحصلون في نهاية هذا التكوين على دبلوم هذا الماستر. وللإشارة فقط أريد أن أشير إلى أن هذا الماستر هو ماستر بطبيعة الحال من إعلان وزارة التعليم العالي وكلية الحقوق عين الشق، ولكن دخل في مجموعة من الشراكات مع مجموعة من المؤسسات العمومية، وأول شراكة وقع هذا الماستر مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بحيث أن السيد وزير الخارجية السيد ناصر بوريطة وافق على هذا النوع من التكوين وقدم بشكل تلقائي بطبيعة الحال كل الدعم والمساندة لهذا الماستر، لا على مستوى التكوين، لا على مستوى الدعم المالي، وأيضا حتى الدعم الدبلوماسي.
بحيث أن الطلبة الذين سوف يتم اختيارهم وسيجتازون مباراة الولوج بنجاح، بطبيعة الحال هناك مجموعة من التكوينات الميدانية التي سنقوم بها على هذا المستوى من خلال زيارتهم لأهم الوحدات السياسية الفاعلة في مراكز القرار الدولي، مثل حيث سنقوم بتنظيم زيارة لهم على مستوى منظمة الاتحاد الإفريقي، بحيث سيطلعون على مجموع الأجهزة التقريرية داخل هذه المنظمة، ثم أيضا زيارة إلى مقر الاتحاد الأوروبي والاطلاع على أهم الوحدات الإدارية والأجهزة التقريرية داخل هذه المنظمة، ثم أيضا زيارة ميدانية إلى المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، وأيضا إلى مقر هيئة الأمم المتحدة. وسنقوم بتنظيم ندوات تحسيسية ومبادرات ومناظرات للتعريف والتحسيس بالقضية الوطنية على مستوى كل الهيئات وعلى مستوى كل التكتلات الدولية الفاعلة في مراكز القرار الدولي من خلال هؤلاء الطلبة الذين سوف يمثلون المغرب أحسن تمثيل، وسوف يكونون سفراء علميين وأكاديميين متمارسين ومكتسبين لآليات وميكانيزمات الترافع الدولي والإقناع والخطابة على المستوى الدولي للدفاع عن عدالة وشرعية القضية الوطنية. أستاذ خمليش، الماستر القانون الدولي والترافع الدبلوماسي يعني يعزز الدبلوماسية الموازية، يعني كيف ذلك أستاذ خمليش؟ طبعا هذا الماستر أو هذا التكوين سوف يعطي إضافة نوعية وقيمة مضافة للدبلوماسية الموازية، فبالإضافة إلى ما تقوم به مثلا الدبلوماسية البرلمانية أو دبلوماسية المجتمع المدني أو دبلوماسية المنظمات الحقوقية، هذا التكوين طبيعته هو تكوين أكاديمي علمي ينطلق من دراسة الحقائق القانونية على مستوى قواعد ومبادئ القانون الدولي، على مستوى العلاقات الدولية، على مستوى الترافع الدبلوماسي. وبالتالي نوع الإضافة التي سيضيفها هذا التكوين هو أننا سوف يكون لدينا إنتاج أطر وطلبة مؤهلين مكتسبين لآليات وميكانيزمات الترافع الدولي على المستوى الدولي، وذلك من خلال إقناع مجموعة من الوحدات والمنظمات الدولية الفاعلة في مراكز القرار الدولي. وبالتالي هنا لابد من الإشارة إلى أن هذا الماستر له مجموعة من الشراكات الدولية، مثلا هناك شراكة مع الجامعة الأندلسية وبلدية مالاغا في إسبانيا. علاش هذه الشراكات هذو مع بالضبط مع الجامعات هذو في إسبانيا؟ طبعا اخترنا إسبانيا بالضبط، هذا الاختيار لم يكن اعتباطي أو من طبيعة الارتجالية، ولكن كان نوع كان هذا الاختيار متعمدا. لماذا؟ لأن أغلب أعداء وخصوم الوحدة الترابية يتمركزون بشكل كبير داخل إسبانيا، وبالتالي لا بد من مواجهتهم بالدليل وبالحجة وبالعلم وبالقانون الدولي وبالحقائق القانونية والتاريخية. وبالتالي فاخترنا إسبانيا، وسوف نختار مجموعة من الجامعات داخل إسبانيا، لأن مجموعة من التابعين والمتعاطفين مع أعداء وخصوم الوحدة الترابية مع جبهة البوليزاريو يتمركزون في إسبانيا، وبالتالي يوجد لوبي مهم متعاطف مع الأطروحة الانفصالية في إسبانيا. فاختيارنا لهذه الجامعات ولهذه الوحدات العلمية والأكاديمية في إسبانيا كان نابعا من اقتناعنا التام بأن الدبلوماسية الموازية والعلمية والأكاديمية سوف تنطلق من هذا البلد، أي من إسبانيا، بالإضافة إلى أننا لنا شراكات مع المنتدى العربي الإفريقي للحوار والسلام ونشر ثقافة التعايش. هذا المنتدى الذي أتشرف برئاسته وهو تابع لمجلس الأمن والسلم الإفريقي ولمنظمة الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا. طبعا هذه الشراكة سوف تتيح لنا الفرصة وسوف تفتح المجال لهذا الماستر بطبيعة الحال تأسيس نواة أكاديمية جامعية انطلاقا من هذا المنتدى تختص بالبحث والدراسة عن في مجال السلام والتعايش ونشر ثقافة السلام والتعايش وتلاقح الحضارات ما بين الشعوب. بالإضافة أيضا إلى هناك شراكة مع مجموعة من المؤسسات العمومية الوطنية كالمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، كمؤسسة الوسيط، كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، كاللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة العيون الساقية الحمراء، وأيضا اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الداخلة والذهب.
هذه الشراكات سوف بطبيعة الحال تمنح لهذا التكوين ولهذا الطلبة الانفتاح على مختلف العناصر والمتدخلين في القضية الوطنية على المستوى الحقوقي، على المستوى القانوني، وأيضا على المستوى الدولي. نعم أستاذ خمريش، نشكرك جزيل الشكر على كل هذه التوضيحات. شكرا متابعينا الكرام، ونضرب لكم موعدا جديدا.